اهلا بكم الى اخبار الخامسه مساء من مركز الاخبار بتلفزيون سلطنه عمان، ونبدا بالعناوين. تقديرا لدوره الاحتفال بيوم المعلم الذي يصادف 24 من فبراير من كل عام. المؤتمر السابع للرعاية الصيدلانية يوصي في ختام أعماله بضرورة تنمية وتدريب الكوادر الصيدلانية وتبادل الخبرات بين المشاركين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وصادق تمنياته لسموه بوفر الصحة والسعادة ومديد العمر، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى الشعب الكويتي الشقيق، وقد تحقق له المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار. تحتفل السلطنة من كل عام بيوم المعلم العماني الذي يصادف 24 من شهر فبراير لتكرم وزارة التربية والتعليم الكادر التدريسي بمختلف المدارس بمحافظات السلطنة البالغ عددهم أكثر من 47 ألف معلم ومعلمة للعام الدراسي 2016-2017. من علمني حرفا كنت له طوعا، هكذا بدا لنا الطلبة الصغار وهم يتلقون تعليمهم ويبدون تجاوبهم مع معلميهم بطواعية ورغبة متناهية، ليحتفل المعلم العماني بيومه وهو على رضا تام بأداء وظيفته التربوية. هؤلاء الطالبات عبروا بيوم المعلم عن امتنانهن وشكرهن. يا من سقت وروت مدرستنا بالعلم والثقافة، يا معلمتي التي ترفع وسام الأخلاق في صدرها، وأقول لكن يا معلماتي أهنئكن بيوم المعلم وكل عام وأنتم بخير. أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ وهذه اللوحة الجماعية الجميلة لمعلميهم وهي أقل ما يمكن أن يهديه طالب لمعلمه. فخورة بأن أكون معلمة حيث أخرج طلابي من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة والتعليم، وأهني في هذا اليوم زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات. أعتز بهذا اليوم وأفتخر بهذا اليوم لأنه يوم خصص لي أنا كمعلمة. أود أن أقدم شكر وتهنئة لأخواني المعلمين في مختلف مدارس السلطنة عبر اليوم المعلم. هذا اليوم يوم المعلم هو يوم فخر واعتزاز للمعلم الذي حمل رسالة التعليم والذي أولاها جل اهتمامه. وللمعلمين بيومهم أكثر من كلمة عبروا فيها عن الرعاية التي يحظى بها الطاقم التدريسي من وزارة التربية والتعليم، وفي مقدمتهم وزيرة التربية والتعليم. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. بحضور أكثر من 750 مشاركا من الكوادر الصحية محليا ودوليا، اختتمت أعمال المؤتمر السابع للرعاية الصيدلانية الذي خرج بحزمة من التوصيات حول التطور في مجال الممارسة الصيدلانية. أهمية دور التعليم المهني المستمر ليواكب التطور المهني للصيادلة ومساعديهم، ووضع برامج محدثة لرفع كفاءتهم في مختلف مستويات الرعاية الصحية أبرز توصيات المؤتمر السابع للرعاية الصيدلانية. التأكيد على دور التعليم المهني المستمر للصيادلة لمواكبة التطور المهني، وضرورة إيجاد آلية لربط ساعات التدريب للصيادلة مع الاستمرارية في الممارسة، ضرورة تطبيق برنامج إدارة العلاج بالمضادات الحيوية على مستوى المستشفيات التخصصية، وللحد من مقاومة المضادات الحيوية للأدوية. أيضا هناك توصية بخصوص صيدليات المجتمع وضرورة تفعيل برنامج الرعاية الصيدلانية في صيدليات المجتمع. المؤتمر اشتمل على 45 ورقة عمل محلية وعالمية حول أحدث المستجدات في الممارسة الصيدلانية، موزعة على 11 جلسة علمية، بالإضافة إلى حلقات العمل
حفلت بالكثير من أوراق العمل والموضوعات المهنية. يعد من أهم وأنجح المؤتمرات ليس فقط في منطقة الخليج بل على مستوى العالم العربي، مهم جدا من نواحي علمية كثيرة، طرحت أوراق علمية كثيرة. بالنسبة لي أنا شاركت على مستويين، المستوى الأول كمحاضر تكلمت عن أهمية مساعد الصيدلة في إنجاح المستشفى في الحصول على الاعتراف الأكاديمي، وكذلك شاركت بدور في نادي الصيادلة بالأحساء في أوراق علمية في اليوم الثاني. هذه السنة تميز المؤتمر بالحضور الكبير، فاق 750 مشارك من سلطنة عمان ومن الدول الخليجية ومن دول أوروبية وأمريكا. مميز أيضا المؤتمر هذه السنة حصول المؤتمر على الاعتماد الدولي للتعليم المهني المستمر من المجلس الأمريكي للتعليم المهني المستمر للصيادلة، وأيضا المؤتمر تميز أيضا هذه السنة بالمواضيع المختلفة واستقطب منظمات عالمية مرموقة في مجال الصيدلة. صاحب المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة معرض شاركت فيه كبريات الشركات المحلية والدولية التي استعرضت أحدث المنتجات والتقنيات في مجال الأدوية مع عرض ملصقات علمية. وقد سعى المؤتمر السابع للرعاية الصيدلانية لتحقيق العديد من الأهداف، منها تأسيس نموذج الممارسة الصيدلانية التي تركز على تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض وتحقيق السلامة. حصول السلطنة على المركز 26 عالميا والثاني عربيا يؤكد على حرص وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة والسعي لتطوير هذا القطاع من خلال عقد المؤتمرات والبرامج الصحية الهادفة، والمؤتمر السابع للرعاية الصيدلانية هو دليل على ذلك. صالح بن حمد الحبسي، مسقط. لمتابعة الجديد علميا وإطلاع العاملين بالقطاع الصحي الخاص عن الأمراض المعدية المنتشرة في السلطنة وكيفية مكافحتها والعمل على وضع برامج وقائية لها، نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة حلقة عمل حول مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بالقطاع الصحي الخاص. الجديد علميا حول مكافحة الأمراض المعدية والتعريف بأكثرها شيوعا في السلطنة وشرح آليات وطرق المكافحة ومنع العدوى باستخدام أدوات الوقاية الشخصية، مواضيع ركزت عليها حلقة العمل التي نظمتها المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة حول مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بالقطاع الصحي. تهدف الورشة إلى مراعاة تعريف العاملين الصحيين بالقطاع الصحي الخاص عن الصحة المهنية وصحة البيئة، عن برنامج التحصينات، مكافحة العدوى ونظافة اليدين وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية في القطاع الصحي الخاص وأهميتها. هدفت الحلقة إلى تعريف المشاركين ببرنامج التحصين الموسع وبرامج اللقاحات الأخرى حسب دليل وزارة الصحة، وتناولت الحلقة مفهوم ثقافة بيئة العمل والصحة المهنية في السلطنة وخدماتها وشرح آليات وطرق مكافحة العدوى باستخدام الوقاية الشخصية. سوف يكون عمل تدريبي لهم على كيفية المحافظة على نظافة اليدين سواء في المؤسسة أو خارجها، وكيفية التعامل مع المرضى ذات الخطورة سواء تحويلهم إلى المستشفيات المحلية في الولايات أو المستشفى المرجعي بمستشفى سوحار. وعرفت الحلقة المشاركين بجوانب التخلص من النفايات وفق دليل وإرشادات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى تدريب العاملين الصحيين على أحدث التقنية في ثقافة اليدين. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 22 يحظى باهتمام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لنقل كافة أحداثه. البرامج المصاحبة للمعرض تقوم بعمل حوارات ومقابلات مع الكتاب والأدباء والمؤلفين، وتنقل حيثيات تواقيع الإصدارات الجديدة والندوات ودور النشر. بدا معرض مسقط الدولي للكتاب وبدأت معه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية نقل أحداثه من الأرض الجديدة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لتكون عمان في واجهة العالم معرفياً.
الفهرس برنامج ينقل أحداث النسخة 22 من المعرض عبر قنوات تلفزيون سلطنة عمان العامة والثقافية ومباشر، يتم خلاله استضافة الكتاب والأدباء والإعلاميين وغيرهم. الفهرس طبعا هو حصيلة أو مرآة نعكس من خلالها ما يدور في معرض الكتاب من أنشطة وفعاليات، وكذلك من ندوات، من ضيوف، حوارات. طبعا احنا نحاول ان نواكب الحدث بكل ما فيه من تفاصيل. كما يرى المشاهدين وكما رايتم ان معرض الكتاب هذا السنه يعني في مركز عمان للمؤتمرات، وهو مركز كبير جدا وخمس قاعات عرض يعني متراميه في الاطراف، غير قاعات الندوات والمحاضرات والامسيات. عبر المذياع سيكون المستمع على مواعيد لحوارات ثقافية من خلال برنامج خير جليس من إذاعة سلطنة عمان، ويقف منتدى الوصال مع برنامج كتاب من مسقط، ليبقى المستمعون برهة من الزمن في حديث يقرؤون معه كتابا شيقا. برنامج كتاب من مسقط برنامج هو يومي نقدمه مع الزميل الإعلامي نصر البوسعيدي. هذه السنة الثالثة على التوالي، يتزامن مع معرض مسقط الدولي للكتاب. نستضيف شخصيات ثقافية ومضيوف المهرجان، مضيوف المعرض، وكذلك الناشرين، المؤلفين أيضا. خلية نحل هنا في جليس للتواصل، النافذة لمواقع التواصل الاجتماعي، تسرد ما يدور في أروقة المعرض من توقيعات للكتب والمحاضرات والندوات ودور النشر، كما أنها تبرز الشخصيات القادمة من خارج السلطنة. فريق جليس هذا هو الفريق الإعلامي لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وفي هذا الفريق احنا ندير اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل اللي هي الرسمية لمعرض الكتاب، طبعا في اللي هي عندنا تويتر وإنستغرام والفيسبوك وسناب شات. في هذه المواقع طبعا نغطي كل الفعاليات اللي هي البرنامج الثقافي وبرامج الأطفال التي تتم في اللي هو خلال اليوم بالكامل. مداد الحبر الصحافة لم تغب عن المعرض لتنقل الحوارات للقارئ عبر صفحاتها. وسائل الإعلام استطاعت أن تنقل أحداث معرض مسقط الدولي للكتاب إلى القارئ والمستمع والمشاهد بكل الحيثيات والتفاصيل. فارس بن جمعة الوهيبي من معرض مسقط الدولي للكتاب. تشارك السلطنة ممثلة في وزارة السياحة مع نظيراتها في جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة الاحتفال بيوم السياحة العربية الذي يصادف 24 من فبراير من كل عام، الذي يحمل هذا العام شعار السياحة وتنمية المجتمعات المحلية. وأظهر تقرير دولي النمو المتسارع لقطاع السياحة في السلطنة خلال الأعوام الماضية. أشاد تقرير دولي بالنمو القوي لقطاع السياحة في السلطنة خلال الأعوام الماضية، وذكر التقرير الذي نشرته شركة كوليرز انترناشنال العالمية العاملة في قطاع الضيافة والترفيه والمنتجعات الصحية أنه على الرغم من المنافسة الإقليمية، إلا أن السياحة العمانية استطاعت أن تميز نفسها كمركز سياحي فريد من نوعه، بما تضمه بين جنباتها من عديد المعالم الجاذبة للسياح. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 تهدف إلى تنمية السياحة عبر الترويج للقطاع بتركيزها على بناء وجهة فريدة لمختلف الأعمار. وذكر التقرير أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% في عام 2015 إلى 6% في عام 2040، موضحا ارتفاع عدد المسافرين القادمين بنسبة 17% في عام 2016. ومع بدء شركة الطيران العمانية الاقتصادية الجديدة طيران السلام في تقديم خدماتها وتوقع افتتاح الصالة الجديدة في مطار مسقط الدولي خلال العام الحالي، سيتضاعف الرقم في السنوات المقبلة. وبين التقرير أن الفنادق ذات العلامة التجارية العالمية تسيطر على المعروض في قطاع الضيافة في العاصمة، حيث تبلغ حصة الفنادق فئة الخمس نجوم 26% وفنادق الأربع نجوم 17% من السوق، كما شهدت مسقط إضافة 693 غرفة جديدة خلال عام 2016.
وبين التقرير أن افتتاح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض نهاية العام الماضي سيساهم في رفع نسبة الإشغال الفندقي إلى 58%، حيث من المزمع استضافته ل 28 معرضا خلال عام 2017. وتوقع التقرير الدولي استمرار نمو المعروض من المنشآت التجارية العالمية بنسبة سنوية تبلغ 9% ما بين الأعوام 2017 و2020، مؤكداً أن تزايد أعداد السياح واستمرار ضخ الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية لقطاع السياحة سيعمل على زيادة الطلب على منشآت الضيافة في السلطنة. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل معرض البيت العماني ومخطوطات قاعة المزروع بقلعة منباسة، شواهد تحكي التواجد العماني في شرق أفريقيا. نظمت الجمعية العمانية للتوحد حفلها السنوي وسط حضور ومشاركة من أولياء أمور الأطفال مصابي اضطراب طيف التوحد والمعنيين بهذا المجال. الحفل الذي أقيم بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني رعاه صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. التوحد اضطراب طرق ويطرق أبواب الكثير من الأسر، وبدا يتردد صداه في المجتمع وهو يصيب الأطفال منذ سنوات عمرهم الأولى، ويؤثر في تواصلهم وتفاعلهم وجميع جوانب حياتهم، ولا يقتصر تأثيره على المصاب بل يتعداه إلى المحيطين به والمتعاملين معه. مصطلح اضطراب التوحد، فهذا يعتبر مصطلح جديد، ممكن أول ما بدأ استخدام هذا المصطلح في 1908، ولكن الدراسة الفعلية بدأت في السبعينات والثمانينات، وهذا يعتبر يعني مصطلح جديد وشيء يدرس يوم من بعد يوم. ولكن للأسف الشديد احنا لاحظنا تزايد في عدد المصابين باضطراب التوحد، وهنا تأتي دور جميع عمان للتوحد، وهذا دور مهم جدا في توعية الأهالي وتثقيفهم وتدريبهم. فهذه الاحتفالية لها أكثر من يعني هدف وتنعكس على أهمية الموضوع. أول شيء هي مناسبة لجميع فئات المجتمع أن تجتمع لغرض واحد، وهو الاهتمام بالأطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد. الشيء الثاني هو توفير مناخ للدعم للأنشطة التي تقوم بها الجمعية والتي تنصب في النهاية لمصلحة الأطفال التوحديين فيه. جهود حثيثة تبذل في هذا الجانب تركز على أمرين، أولهما التوعية لأفراد المجتمع بتوعيتهم حول اضطراب طيف التوحد، وثانيهما تدريب أولياء أمور الأطفال المصابين والمختصين كالمعلمين وغيرهم بكيفية التعامل مع هذه الفئة. أنا أم لطفل توحدي، ويعني التطوع في هذا المجال مهم جدا. أنا أدعو دائما المجتمع أن الأفراد المجتمع كلهم أن يشاركوا من قطاع خاص وأفراد يعني في هذه الأشياء، لأن التوعية باضطراب التوحد مهم جدا. يجب أن تعامل طفل التوحد كأنه طفل عادي معك في البيت، اهتمامات بسيطة ورعاية هي ما تطور حالته، وإن شاء الله جميع الأطفال يعني يتطوروا، هو مجرد أنك تتأهله وتعلمه وإن شاء الله أموره تكون طيبة. برنامج الاحتفالية عرض من خلاله عرض مرئي يحكي عن قضايا التوحد والخدمات المقدمة في هذا المجال، وقصيدة شعرية وتدشين الحملة الإعلامية للمسيرة التوعوية التي ستتم في إبريل القادم، وتكريم أعضاء الجمعية والمتطوعين. هذه الاحتفالية رسالة توعوية للأفراد والجهات المعنية بضرورة التعاون والتكاتف لبذل المزيد من الجهود لخدمة هذه الفئة في المجتمع. عبد الله بن خلفان الرمضاني، مسقط.
بمشاركة أكثر من 30 فريقا من السلطنة أجريت مسابقة هاش كود العالمية التابعة لشركة جوجل التي نظمتها الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بالسلطنة. الحدث يعد الأول من نوعه في السلطنة، حيث تعتبر المسابقة من أهم المسابقات العالمية التي يشارك فيها العديد من المبرمجين من مختلف دول العالم. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد. مسابقة هاش كود والتي أطلقتها جوجل يجد الشباب العماني فيها فرصة لإخراج ما يملكه من طاقات ومهارات في البرمجيات المعقدة والتي تحمل أهدافا عدة. هدفنا في جوجل أنه بنجيب التكنولوجيا إلى العالم الإسلامي والعالم العربي، فوجدنا هون مجموعة من المطورين حابين يعملوا ويأسسوا هذه الجي جي مسقط، فساعدناهم على هذا الأمر. الهدف هو أنه نعاون الشباب هون حتى يتحصل على آخر تكنولوجيا من جوجل. الأهداف أن الأهداف إكساب الشباب العماني المبدع تجارب مع شركات عالمية مثل جوجل والتي هي تعتبر غنية عن التعريف، إعطاء الشباب فرصة ومنصة للوصول للعالمية من خلال التأهل إلى باريس للتحدي مع دول العالم المشاركة في المسابقة. وتتيح المسابقة للفرق المشاركة العديد من الفرص بهدف تطوير ذواتهم وإمكاناتهم ومنافسة نظرائهم من الدول الأخرى. حضرت مؤتمر يونيكود، وهذه تعتبر ثاني مشاركة لي في مسابقة هاش كود العالمية. طموحي أول شيء أن أصير مبرمجة عالمية، أستخدم الهواتف الذكية، أطور المواقع أمن المعلومات. وتتلخص المشاركة في قيام المشاركين باختيار فرقهم ولغة البرمجة التي تناسبهم على أن تختار جوجل مسألة هندسية من واقع الحياة لحلها، حيث تضيف لهم المسابقة الكثير من المهارات. تضيف لأول شيء النوليدج للمعلومات، زائدا راح تضيف يعني كون دخلت في مسابقة على مستوى العالم يعني شيء كبير راح تضيف بالنسبة لي اهتمامي في المسابقات مثل هذه، أو اهتمامي مثلا في التخصص اللي أنا فيه اللي هو تطوير البرمجيات. حبيت أشارك في هذه المسابقة العالمية التابعة لشركة جوجل لعدة أسباب. أولا هي مسابقة عالمية تتبع لشركة عالمية اللي هي شركة جوجل، أو فيها متسابقين من جميع دول العالم، فهذه تتيح لنا فرصة يعني جدا كبيرة. ثانيا وإن لم تتح لنا الفرصة أن نفوز أو نتأهل للنهائيات في هذه المسابقة، فهي تجربة مفيدة لي كطالبة علوم الحاسب الآلي. الجدير بالذكر أن مسابقة هاش كود بدأت في عام 2014، ليتجاوز عدد المتنافسين بحلول العام 2016 أكثر من 17,000 مشارك. ويشارك في مسابقة هاش كود من السلطنة 88 مشاركا، مسابقة تهيئهم لحل برمجيات معقدة وفي أوقات محددة. من الجامعة الألمانية بمسقط، يعقوب بن يوسف البلوشي. يواصل المعرض المتحفي الدائم بقلعة منباسة استقبال الزوار والسياح، حيث يضم المعرض البيت العماني وقاعة المزروع ومتحف القلعة، ويقدم مادة علمية وصور منوعة تستعرض الجوانب التاريخية والحضارية للوجود العماني في شرق أفريقيا. شارع الشيخ مبارك الهنائي في منباسة القديمة بطابعه المعماري العماني وأزقته التي تفوح رائحتها بعبق الماضي التليد الذي يحكي عظمة المكان، وبالقرب منه تعتلي قلعة مومباسا ربوة صخرية تطل على المحيط الهندي. هذه القلعة التي حررها العمانيون من الاحتلال البرتغالي بعد أن استنجد بهم أهالي مومباسا، من هنا جاء اختيار المعرض المتحفي الدائم في داخلها. في أقصى الشرق من القلعة يقع البيت العماني بقاعاته الثلاث: قاعة علاقات عمان التاريخية بشرق أفريقيا، وقاعة عمان تاريخ وحضارة، وقاعة عمان الحديثة. لدينا نبذة تاريخية توضح الوجود العماني في شرق أفريقيا منذ قبل الميلاد وحتى سلاطين البوسعيد في شرق أفريقيا، بالإضافة إلى خريطة توضح العلاقات التجارية بين عمان وشرق أفريقيا وتبادل البضائع المتنوعة التي وفرها العمانيون لموانئ شرق أفريقيا. كما لدينا وثائق متنوعة توضح جوانب مختلفة من هذا الوجود، ليس فقط
فقط في الجانب السياسي وإنما الجانب الاجتماعي الثقافي الاقتصادي. مراسلات سلاطين زنجبار مع الدول المختلفة. قاعة المزروع والتي تجسد برزة الوالي، هذه العادة التي تأصلت في عمان وانتقلت إلى المناطق التي استظلت بجناح إمبراطوريتها. عندما نتحدث عن قاعة المزروع فنحن نتحدث عن قاعة مهمة في التاريخ العماني، حيث كان الولاة يجتمعون فيها بالمواطنين لمناقشة قضاياهم. والقاعة تحتوي على العديد من الصور والمخطوطات التي تتحدث عن الخلفية التاريخية العمانية، كما تحتوي على بعض المقتنيات التي كان يقتنيها العمانيون في تلك الفترة. مشروع المعرض المتحفي تضمن أيضا إعادة تأهيل متحف القلعة ليقف جنبا إلى جنب مع باقي الأركان التي تم إعادة تأهيلها وتهيئتها لاستقبال الزوار. هذه الأعداد من الزوار والسياح إلى قلعة مومباسا لا سيما طلبة المدارس سيقدم لهم المعرض صورة ناصعة عن أثر الوجود العماني في شرق إفريقيا، صورة ربما حاول البعض تغييرها. سالم بن عبد الله الرحبي، مومباسا، كينيا. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. تقديرا لدورها الاحتفال بيوم المعلم الذي يصادف 24 من فبراير من كل عام. المؤتمر السابع للرعاية الصيدلانية يوصي في ختام أعماله بضرورة تنمية وتدريب الكوادر الصيدلانية وتبادل الخبرات بين المشاركين. في ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل من مركز الأخبار. إلى اللقاء. مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الجوية. أجواء السلطنة تعمها بعض السحب المتوسطة أو المنخفضة عموما على الأجزاء الشمالية للسلطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة، وتتحسن فرص الأمطار خلال اليومين القادمين. وإلى تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام إلى توقعات الأجواء لهذه الليلة، وبداية من العاصمة مسقط وفرص الانتشار وتدفق بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة لهذه الليلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية. في محافظة جنوب الباطنة أيضا فرص الانتشار وتدفق بعض السحب تكون حاضرة لهذه الليلة، درجات الحرارة عموما ما دون 20، وفي محافظة جنوب الباطنة أو شمال الباطنة بعض السحب أيضا تكون حاضرة، درجات الحرارة عند 17 درجة مئوية. في محافظة مسندم فرص لهطول الأمطار تكون حاضرة لهذه الليلة، ودرجات الحرارة عموما ما دون 20. في محافظة أبريمي ومحافظة الظاهرة بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة، درجات الحرارة عموما ما دون 20. وفي محافظة الداخلية على المناطق الجبلية درجات الحرارة تكون ما دون 10 درجة مئوية، وما دون 20 على المناطق المجاورة للجبال مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب. في محافظة شمال الشرقية بعض السحب تكون حاضرة لهذه الليلة، وفي جنوب الشرقية أيضا بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية. في محافظة الوسطى ومحافظة الظفار فرص وانتشار بعض السحب تكون حاضرة، ودرجات الحرارة ما دون 20، ومباشرة إلى حركة الرياح. سواحل السلطنة مطلة على بحر العرب تشهد رياح جنوبية غربية ونشط خفيفة السرعة بحدود 10 عقد، البحر هادئ الموج أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. أما الرياح على سواحل محافظة مسندم تبدو شمالية غربية أو شمالية شرقية خفيفة السرعة بحدود 10 عقد، البحر هادئ الموج أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. وأخيرا حركة الرياح على سواحل السلطنة مطلة على بحر عمان فتبدو متغيرة اتجاه خفيفة السرعة بحدود 5 عقد، البحر هادئ الموج أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. في الختام شكرا لكم لحسن المتابعة.